أهلا بكم يا أصدقائي في السلسلة أكاديمية الشطرنج العربي. هنشوف فيها مواضيع متعددة مثل أدوار شطرنج خالدة، تكتيك، حكايات شطرنجية، مواقف شطرنج، افتتاحيات شطرنج، نهايات أدوار، استراتيجية، شخصيات شطرنجية شهيرة، قانون الشطرنج، وباب إضافي تحت اسم رغبات الأعضاء اللي بيعلقوا على هذه الفيديوهات. ولو وجدت احد العناوين اللي الكثير من الاعضاء بيطلبوها هحاول اخصص لهم فيديو يتناول الموضوع اللي بيختاروه، وبكده اقدر البي على قدر المستطاع رغباتكم. ولا ننسى في النهاية شعار هذه القناة: الدراسة العميقة مع المتعة المؤكدة. وارجو اذا اعجبك محتوى هذا الفيديو لا تتردد في الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والمشاركة بتعليقاتك. أكاديمية الشطرنج العربي، فيديو رقم 27، تكتيك شطرنج. ما زلنا بنتكلم في تكوينات الرخ اللي شفنا فيها كشمات الصف الخلفي، وكذلك شفنا كشمات على الصف والعمود، وشاهدنا أمثلة على هذه الكشمات بتماثل نماذج رأيناها في بداية كل فيديو. ودلوقتي حان اختبار معلوماتنا في تطبيقات تكوينات الرخ، وأنا لن أشرح بالتفصيل دقائق كل موقف، ولكن عليك بعد أن تجد النقلة المفتاح أن تستنتج كل دفاعات الطرف الآخر وتحاول التغلب عليها وتصل لتطبيق أحد نماذج الكشمات. وقبل ما نبدأ تعال نشوف بضعة نماذج للمات على العمود. الرخ بيعطي تشيك ميت على العمود، بينما البيدق بيمنع الملك من الهرب، بينما قطع الاسود بتعرقل حركة الملك. ادي نموذج اخر، الرخ بيدي تشيك ميت على العمود، بينما دور البيدق فقط هو حماية الرخ. ايضا هذا النموذج البيدق بيراقب مربع الهروب، وهنا البيدق بيحمي الرخ. ودلوقتي تعال نشوف بضعة نماذج للمات على الصف. الرخ بتعطي تشيك ميت على الصف، بينما البيدق بيراقب مربعات هروب الملك، وبالمثل في النماذج الاخرى. وعليك دائما أن تستحضر هذه النماذج في ذهنك ليكون هو الموقف الأخير في تكوينتك الناجحة. ودلوقتي يلا نشوف بعض التطبيقات. موقف رقم 1، في الموقف ده النقلة الأسود اللي لاحظ أن البيدق بيمنع مربعات عن هروب الملك، ولا يبقى له غير وصول الرخ إلى المربع E1 لإعطاء تشيك ميت. ولكنه وجد طريقتين لتنفيذ هذا النموذج. ربما معظمنا هيقدر يوصل للحل الأول، لكن الحل الثاني بيتميز بالجمال والروعة. يا ترى ايه هي النقلة المفتاح؟ من فضلك وقف الفيديو وابدأ التفكير. ودلوقتي تعال نشوف حل موقف رقم 1. بالطبع معظمنا وصل للنقلة روك E8 اللي بتزوج الرخين على العمود، وبتجعل الرخ بيصل إجباريا للمربع E1، والأسود هيفوز في كل التفريعات. لكن الحل الآخر إن الأسود لعب كوين F4، وهنا الأبيض سلم، وعليك إنك تعرف ليه الأبيض سلم. موقف رقم 2، الأبيض له النقلة، ولاحظ إن الملك الأسود معاق وراء بيدقه، والأبيض وضع أحد النماذج في ذهنه وقام بتكوينة رائعة. يا ترى إيه هي؟ من فضلك وقف الفيديو وابدأ التفكير. ودلوقتي تعال نشوف حل موقف رقم 2. الأبيض لعب كوين تيكس D6، وهنا الأسود سلم لأن الأبيض بيفوز بقطعة في كل التفريعات، وإذا حاول الأسود المقاومة ممكن يتلقى تشيك ميت. وإذا كنت لسه ما وصلتش لتكملة الحل هنقول إن لو الأسود أخد الوزير، الأبيض هيلعب ببساطة نايت F7 بشوكة ملكية للملك والوزير، وفي النهاية هيخرج الأبيض فائزا بقطعة، لأن لو الرخ أخد الحصان التكملة أصبحت معروفة. موقف رقم 3، في الموقف ده الأبيض له النقلة، وبيأمل في انه يقدر ياخد الحصان بتشيك ميت، لكن الوزير بيحمي الحصان، ولذلك وجد تكوينة بارعة بتبدأ بنقلة مفتاح. يا ترى ايه هي؟ من فضلك
وقف الفيديو وابدأ التفكير. ودلوقتي تعال نشوف حل موقف رقم 3. الأبيض لعب ببساطة كوين بي 2، ورغم إن الوزير غير محمي إلا إنه مؤمن، لأن لو الأسود أخده الأبيض هياخد بتشيك ميت، ولذلك الوزير لعب كوين إي 7. وهنا الأبيض لعب النقلة الأكثر براعة كوين تيكس بي 7، وبالطبع الأسود ميقدرش ياخد الوزير وإلا الرخ هياخد الحصان بتشيك ميت. ولكن إيه اللي يحصل لو الوزير أخد الرخ؟ وأيضا إيه اللي يحصل لو الملك بيحمي الوزير؟ ده اللي عليك الإجابة عليه مرة أخرى. موقف رقم 4. في الموقف ده النقلة الأبيض اللي لعب جي 6 بيهدد بالأخذ بالفيل على المربع اف 7 بتشيك، ولو الملك راح للمربع اتش 8 الرخ بياخد بتشيك ميت، ولذلك لابد إن الأسود يفقد مادة، ولذلك لعب اتش تي اكس جي 6، لكن هنا تلقى تشيك ميت. يا ترى ايه هي تكوينة الابيض وايه هي النقلة المفتاح؟ من فضلك وقف الفيديو وابدأ التفكير. ودلوقتي تعال نشوف حل موقف رقم 4. الابيض لعب ببساطة روك اي 8، وهنا الاسود سلم لأن الأبيض بيهدد بأخذ الفيل، والباقي لابد أنك تستنتجه. موقف رقم 5. في الموقف ده النقلة الأبيض والطرفين بيهاجموا بعضهم البعض معتمدين على إضعافات الصف الأخير لكليهما، والموقف ده فيه نقلتين مفتاح، ولذلك هشترك معاك في الحل وهعطيك النقلة الأولى المفتاح اللي هي كوين بي 4، والوزير له هجوم مزدوج على الرخين معتمدا على ان الاسود ما يقدرش ياخد الوزير، والا هيتلقى تشيك وتشيك ميت بروك سي 8، ولذلك الاسود دافع بالنقله البارعه روك دي 8 معتمدا ايضا على اضعاف الصف الاخير للابيض، لكن هنا الابيض دافع بنقله مفتاح اجبرت الاسود على التسليم. يا ترى ايه هي؟ من فضلك وقف الفيديو وابدا التفكير. ودلوقتي تعال نشوف حل موقف رقم 5. الأبيض لعب ببساطة روك دي 5، وهنا الأسود سلم لأنه هيخسر مادة في كل التفريعات، وعليك إنك تعرف لماذا. موقف رقم 6. في الموقف ده فيشر بيلعب بالأسود أمام رجفيسكي بالأبيض، وفيشر لاحظ الإضعاف الموجود على الصف الأخير للأبيض، ولذلك لعب كوين اف 4 معتمدا على ان الابيض مش هيقدر ياخد الوزير، والا هيتلقى تشيك وتشيك ميت على المربع اي 1. وهنا رجفيسكي كان عنده دفاع كافي بالنقله كوين بي 5، لكن في الدور كان بيعاني من ضغط الوقت، ولذلك لعب النقله السيئه كينج جي 1. لكن هنا فيشر قام بتكوينه بارعه بتتكون من نقلتين. يا ترى ايه هي بدايه تكوينه فيشر؟ من فضلك وقف الفيديو وابدأ التفكير. ودلوقتي تعال نشوف حل موقف رقم 6. فيشر بدأ بالنقلة كوين اف 4 تشيك، وبالطبع الدفاع الوحيد هو كينج اتش 1، وهنا فيشر قام بالنقلة المفتاح كوين اف 2، والأبيض بالطبع سلم وانت عارف لماذا. موقف رقم 7. في الموقف ده الابيض بيهدد بكوين تيكس اي 7 تشيك ميت، والاسود بدلا من الدفاع المعتاد بنقله زي البيشوب اي 6 لعب نقله بيظنها ماكره، وقام بالتبييت في جناح الملك وترك الفيل على اساس زي ما حدث في الدور الابيض اخد الفيل. كان الاسود محضر النقله كوين دي 4 تشيك بكش مزدوجه للملك والرخ، وبعد بيشوب اي 3 الاسود لعب بسعادة كوين تيكس اي 1 والاسود فاز بمادة، لكن هنا الابيض كان محضر له مفاجأة اجبرته على التسليم. يا ترى ايه هي؟ من فضلك وقف الفيديو وابدأ التفكير. ودلوقتي تعال نشوف حل موقف رقم 7. الابيض استحضر احد النماذج اللي شفناها ولعب كوين تيكس اف 8 تشيك، وهنا الاسود سلم
وبالطبع معظمنا عارفين ليه الاسود سلم، لكن لو كنت مش عارف هقول ان لو الاسود كمل بكينج تيكس اف 8 الابيض هيلعب ببساطه بيشوب سي 5 تشيك، وبالطبع الباقي اصبح سهل للغايه. موقف رقم 8. في الموقف ده النقله للاسود اللي عاوز يقوم بتصفيه الموقف والفوز ببيدق، وكان من المفترض ان يبدا بكوين تيكس سي 4، وبعد روك تيكس سي 4 الاسود ممكن يكمل بروك تيكس اي 2 ويفوز ببيدق. انما تعجل اخذ البيدق ولعب روك اي 2، وهنا الابيض لاحظ الضعف الموجود على الصف الاخير وقدر ان يعمل تكوينه يوصل منها لتطبيق احد نماذج الكش مات على الصف اللي احنا شفناها، ولعب النقلة المفتاح اللي اجبرت الاسود على التسليم. يا ترى ايه هي؟ من فضلك وقف الفيديو وابدأ التفكير. ودلوقتي تعال نشوف حل موقف رقم 8. الابيض لعب فورا بيشوب دي 5، وهنا الاسود سلم لان هيخسر مادة في كل التفريعات. ولو كنت مش عارف هقولك ان الاسود ممكن ياخد الفيل سواء بالرخ او بالوزير. لو اخذ بالرخ الابيض هيكمل فورا بكوين سي 8 تشيك، ولو الاسود اخذ الوزير الابيض هياخد بتشيك وتشيك ميت في النقله القادمه، بينما لو اخذ بالوزير الابيض هياخد والابيض فاز بماده وفي طريقه لاخذ ماده اخرى لانه بيهاجم الرخين. ولو الاسود كمل بروك تيكس دي 5 هيترك حمايه الصف الاخير، والابيض هيكمل بروك سي 8 تشيك وتشيك ميت في النقله القادمه. وبكده هنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، لكن دي مش نهاية النماذج اللي هنشوفها، وإلى اللقاء في الفيديو القادم مع تطبيقات جديدة لكش مات الرخ على الصف والعمود. وأرجو إذا أعجبك محتوى هذا الفيديو لا تتردد في الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والمشاركة بتعليقاتك.